حلم البنات انهم يتشهروا، حلمهم يقفوا قدام كاميرا والمنتج الصيدة اللي بتحلم بيها اي بنت. صحيح. خليني اقول ممكن يبقى طريقها تمام. عامل كده. كم واحدة يعني كتير. مواقف اغراء بقى تعرضت لها كتير. بس انا علمك ده نفسه في حد ذاته شيء ما يرضينيش نفسيا كراجل، ان واحده بيحبك واحده نفسها تصاحبك لمجرد انها عايزه منك حاجه، مش بتحبك عشان انت اسمر ولا طويل ولا قصير ولا دمك خفيف، حاجه واضحه. فجاه ممكن تبقاش عايزه، بس انا ده شعوري نفسه بيمنعني ان طول عمري ان انا يبقى في علاقه بالشكل ده طول عمري. بتتعرض لغايه دلوقتي لمواقف كده؟ اكيد وضع منطقي وطبيعي. وبعدين يقول لك فلانه ما قدرتش، بس انا بقى اقدر. وبعدين انت عارف استطاع نادين شويه، مش يعني انا حسين فهمي، بس هو منطق الامور كده. لما بلاقوا ان الدنيا يقول لك طب انا بقى اقدر، انا بعد شويه بتحس ان الدنيا شغل، انا بحياتي شغل. سامع يا داليا، حطي له كاميرا في المكتب. تحط يا ريت. وكل يوم اطلب. يا ريت. لا والله واثقه فيا ان انا راجل لطيف يعني، الحمد لله. قال العدل ليهم بصمه صوت يعني مميزة وخاصة جدا وراثية. صحيح. ورثتوها من الوالد. ماندو ما خدش بصمة الصوت دي. ممكن. أحمد خدها؟ شوية أحمد، وماندو شوية برضو. بس أنا أصلا حتى إحنا كلنا أنا وسامي أقرب لبعض في الصوت، ورمزي ومحمد ومتعت وكله، بس يعني الصوت الأجش خدتوه من مين؟ ما أعرفش. صوت يعني سامي، يبقى بصمة وراثية من سامي. جايز. توصي أحمد وماندو بإيه؟ وتوصي بناتك فريدة وزينب بإيه؟ أنا وصيت ماندو وأحمد على أخواتهم البنات يعملوا لهم إيه وليه وإزاي؟ وصيتهم يعملوا للبنات ياخدوا بالهم منهم ويعملوا لهم كذا، وكملوا لهم تعلموا زي ما أنتوا تعلمتوا، وطلعوا لهم ودايا. يعني قلت كلام بعد الشر دي وصية دنو وأجل. طب البنات صغيرين بس هيكبروا والحوار ده متسجل وهيشوفوه ان شاء الله وهم قاعدين معاك، هتوصيهم بايه؟ عايزين يتراجعوا عليا. هوصيهم يعني يطلعوا بنات محترمات، واتمنى ان هم يطلعوا كده، واعتقد ان مامتهم برضو صار ما تطلعهم كده، ويبقوا ناس فاعلين في المجتمع، ويبقوا يعني لهم قيمه، مش ان هم اولاد جمال العدل ولا ذلت العدل ولا حاجه، هم نفسهم يبقى عندهم قيمهم اللي تربينا عليها تبقى عندهم، وهي تبقى قيمة في حد ذاتها. ربنا يفرحك بيها. ربنا يخليك يا حبيبي.